أقامت الفعاليات الأهلية والمحلية والدينية في مدينة الصقيلبية بريف حماة ماراثون نبقى سوا بدورته السابعة بعد تحرير محيطها من الإرهاب، وشارك في الماراثون أبناء المدينة ومنطقة الغاب. رسالة اليوم لنا أنه نبقى سوا، نبقى سوا رغم كل شيء صار، نبقى سوا رغم الحرب اللي صارت واللي حاولت أنها بعدنا، نبقى سوا رغم المرض والأوبئة اللي انتشرت، نبقى سوا هون لنزرع القمح ونزرع الزيتون ونكون نحن موجودين دائما هون، رغم أنه ما نعاني من هجرة شبابنا وهجرة كثيرين منا، ولكن هي صرخة ونداء لجميع الموجودين في هذا الوطن أنه نحن منحبكم، نحن منريدكم نكون مع بعض، منحبكم نكون نبني سوريا اللي هي رح تكون مع الزمن ومع المستقبل سوريا الحضور الاجتماعي الإنساني الوجداني على صعيد كافة الصعود. قامت هذه الفعالية من خلال مجموعة من المشاركات الأساسية التي تمثلت مجموعة من مؤسسات هذه المدينة، على رأسها مجلس مدينة الصقيلبية ومجلس رعية الصقيلبية، يرافقها أسرة التعليم الديني واللجنة السق، على رأسها اللجنة الاجتماعية في مجلس رعية الصقيلبية، ولا ننسى الدور الهام والفعال الذي قدمته جمعية السورية للتنمية الاجتماعية. هذا التجمع الحلو والرائع سنويا بيصير، هذا الماراثون بتجتمع الناس على المحبة على السلام، بتغير الأجواء اللي كانت قائمة، مناخ فرح، مناخ تلاحم، تفاهم، مناخ بدنا نزرع الأرض وبدنا نبني البلد وبدنا نتعاون كلنا سوا ونحب الناس ونحب بعضنا لنستطيع نبني هالبلد. نحن على المحبة والوفاء والسلام اجتمعنا بصباح اليوم الجميل لنمشي معا ماراثون الصقيلبية السابع تحت مصمم نبقى سوا. الماراثون بعنوان نبقى سوا ورح نبقى سوا، وهي رسالة للعالم كله أنه نحن أبناء الحياة، أبناء المحبة، أبناء السلام. عم نحتفل هلا بالماراثون السابع منشان نبقى كلنا سوا وترجع سوريا مثل الأول وأحسن إن شاء الله. الماراثون نظمه مجلس رعية الصقيلبية بالتعاون مع مجلس المدينة وجمعية التنمية الاجتماعية في رسالة تثبت للعالم أجمع أن سوريا أرض المحبة والسلام.